فوت. مخدومك يا خانم. في داعي نجيب حكيم من شان جرح حسن؟ لا ما في داعي. جرح براني وضربة واحد خايف. إن شاء الله بيقوم بالسلامة ما فيه شيء. جميلتك هي بالرقبة يا عبدو. هي رد جميل. جماله لأبو نوري الله يرحمه بهالرقبة لحتى موت. مين اللي عمله؟ قلت لي الزرباوية ومش هالحين. وليش مالهم هون قدامي؟ لأنه حياة حسن أبدا. لحق جرحه لحسن أحسن مني لاحقون. شو هدو؟ حقك. عم تعطيني حق فزعتي؟ الله يسامحك. مو عبدو اللي بياخد حق فزعته. بعدين معزلة حسن من معزلة ابني لطفي. بتوصيني بشي يا خانو؟ الله يعطيك العافية. روح هلا، وقت اللي بحتاجك ببعت وراك. وانا بالخدامة بالاذن.